اليوم رح نحكي عن الطفل العنيد، يعني هذا الطفل يلي كتير بيصعب التعامل معه وخصوصا من قبل الأهل، ممكن بالمدرسة أو بعض الأشخاص يأثروا عليه إيجابيا، ولكن الأهل بيرفضوا أنه يتعاملوا مع هذا الشخص العنيد بحكمة. ممكن يستخدموا معه أوقات العنف وتكون طريقة كتير خاطئة أوقات. يا سلمى، أكيد يا عفاف، دائما بنقول عن العناد إنه هو من أصعب الصفات اللي بيتعامل فيها الأهل مع الأطفال، وخصوصا إنه العناد بيبرز من عمر صغير عند الطفل. وبيقولوا إذا عرفوا الأهل يتعاملوا بطريقة حكيمة مع طفلهم فهنن بالتالي رح يأسسوا لا شخصية مفيدة لنفسه ولا المجتمع، وإذا تعاملوا مع هاي الصفات من عمر صغير بطريقة سلبية فأكيد رح يشوفوا الوجه السلبي بينعكس على تصرفات الطفل. شو هو العناد؟ ليش بيظهر عند الأطفال؟ كيفية التعامل معه؟ وكثير من الأسئلة بتخطر ببال الأهل. اليوم طبعا رح يجاوبنا عليها ضيفنا بالاستوديو الأستاذ محمود الخالد، وهو متخصصي بالإرشاد التربوي وأيضا التخصص النفسي عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير أستاذ محمود. خلينا هيك بالبداية نتعرف أكثر على الطفل العنيد، لأنه كتير منشوف أطفال بيرفضوا أنهم يسمعوا كلمة أهلهم وبيكونوا جدا عنيدين تجاه أي أمر أو حتى طلب بيتوجه لهم. هلأ الطفل العنيد يعني خلينا نسميها بالتعريف، هو طفل ممكن يكون تعرض لموقف من المواقف إن كانت من الأهل أو من الأقران هي خلته يتسبب بحالة من هاي العند أو الغضب اللي أدى لهذا العند. بالنسبة لموضوع تصرف الطفل أو عناد الطفل على أي موقف أو على أي شيء هو بيرغب فيه، أولاً العناد من أيمتى بيبدأ من عمر السنتين لعمر السنتين ونص. كويس، ولكن هذا بيتبنى من مواقف الأهل. اليوم لما الطفل بيرغب بأي شغلة، الطفل بطبيعته بيحب يتملك، فلما على سبيل المثال بده يتملك هاي الوردة أو هاي الكاسة، الأهل بطبيعة الأحوال من خوف عليه أنه يكسر هاي الكاسة أو يأذي هاي الوردة فهن بيمنعوه. من هون بقى يعني بيتولد شعور العند أنه هو عم يرغب بشغلة الأهل عم يمنعوه عنه. هلأ نحن دائما بننظر لموضوع العند انه طفلي عنيد، انا كيف بدي اتصرف معه، كيف بدي اتعامل معه، ومن هون بقى بتبدا المشكله بين الاهل وبين الطفل. الطفل اللي هو عم هو اللي بيتوقع انه اهله هن عم يحرموه من هي الاشياء اللي هو بيحبها، هن ما عم بيلبوا له رغباته، هن ما بيحبوه، والاهل عم ينظروا بانه انا ابني ما عم بيرد علي بالكلام، دائما عم بيعاندني ودائما عم يبكي. ممكن اذا حكاهم حدا غريب يسمعوا الكلمه. هلا هي حاله من يعني هي حاله دائما من نوع العقاب للاهل. يعني هلا على سبيل المثال بتلاقي الاب والام هن بيطلبوا من الولد ما بيرد عليهم، ولكن هو تلقائيا بيرد على سته. تمام، ولكن ليه؟ لانه هي اصلا اللي بتلبي له كل رغباته، الست او الجد. بتلاقي معظم الاطفال هن دائما متوجهين لوين؟ للست، للجد، اوقات العم او العمه او الخاله او الخال، لانه هن ممكن يلبوا له رغباته، اللي بيجيبوا له اغراضه، اللي هن بيلاعبوه، اللي هن ما بيعيطوا عليه، واللي هن ما بيتسببوا له باي مشكله يعني. فلذلك وهو بمنظره انه الاهل أبو الأب والأم هن اللي بينظروا له إنه لا، هن اللي عم يحرموني، هن اللي عم يضغطوني، هن اللي عم يقولوا لي لا، ومن هون بتولد هاي المشكلة يعني. طيب أستاذ محمود، خلينا كمان نحكي شوي اليوم عن الربط بين العنف والعند. يعني دائما ردات الفعل السلبية، يعني بتيجي الأم بتقول أنا بعيط عليه بس ما بيرد علي، يعني كل ما عيطت كل ما صرخت عم حاول أفرض سلطة أكثر، كل ما زاد العناد أكثر. ليش ما بروح لمنحة تجربة انه اوكي هذا الشيء غلط، جربه شوف شو النتيجة؟ هلا مو بكل المواقف تزبط هاي التفاصيل. اول شغلة بدنا نتفق عليها انه نحن الاهل لازم يتعاملوا مع العند هو ما له مشكلة. يعني هي على سبيل المثال انت عم تحكي عن موضوع هو راح يكون امر روتيني من عمر السنتين لعمر السنتين ونص، هيك لتطلع للاربع سنين خمس سنين. هذا السن هو يعني بنسبة 95% من الأطفال لا يعني رح يكون عندها هذا العناد، ولكن فأنت عمليا ما بدك تتعامل معه كمشكلة، بدك تتعامل معه كأمر واقع. وكيف تتعامل يعني كيف تتعامل مع هذا الطفل؟ اليوم أنك أنت تضرب وتعيط، خلينا نكون متفقين العنف ننساه، هذا الكلام ما له موجود نهائيا، ولكن أنا عيط وصيح وأحرم، هذا الكلام بكل المواقف
اكيد اكيد غلط. كيف نحن لازم نتعامل معه؟ لازم نتعامل معه بكثير تفاصيل. اليوم الطفل لما بيعند على شغله هو بيبكي عليها، بيعيط عليها، بيصير بيصرخ بيعيط، ممكن يمسك يخزق ويكسره الى اخره. هلا اليوم لازم يكون في طريقه للتعامل مع الطفل العنيد بالعقاب. اليوم اهم شغله انه الشغله الغلط نحن ننساها، يعني عمليا قد ما ضل يبكي عليها قد ما ضل يبكي انا بتجاهله كليا، بتجاهله لانه هو هذا خطا، بتجاهله حتى لو شو عمل شو ما كان. هلا حاول بلش يؤذي نفسه، فانا بدي اعمل عمليه ابعاد. انا اليوم بدي اقول له انه انت، انا بدي بعده عن هذا الموضوع وبدي اشيل هذا الموضوع من قدامه، انه انت هذا الموضوع ما راح تقرب عليه نهائيا، انتهى الكلام خلاص. انا بدي اتجاهل هذا الموضوع حتى لو كان لو عم يبكي ويعيط وصيح، بدي اتجاهل هذا الكلام كليا. ولكن مثل ما تفضلت اليوم نحن ممكن نبلش نستعيض عن هذا الموضوع بفقره الثواب والعقاب. اليوم انه انا عم اقول لك انه هذا الشيء غلط، انا عم اقول لك انك انت لازم تعمل شيء ايجابي مكان هذا الكلام، بس اذا انت عملت هذا الشيء انا رح اكافئك. نبلش نحن نزرع براسه مجموعه من الافكار الصحيحه. يعني اليوم انا اهم فقره اني انا اشرح له ليش هذا غلط، ليش انا ما بدي اياك تمسك هاي الورده، ليش انا ما بدي اياك تمسك هاي الكاسه، لانه هاي الكاسه اذا انكسرت تمام راح تجرحك، البلور تبعها راح يجرحك، اذا جرحت انت راح تنأذي. اوكي حبك تفهم كثير منيح، ما حبك تفهم بس انت ما راح تاخذ الكاسه، بس انت ما راح تاخذ الكاسه باختصار. هلا ممكن تجربه ممكن يكون اذاها كثير كبير. يعني اليوم على سبيل المثال لما الطفل بيقرب على الصوبيا هي بتحرق. في بعض الاهالي انا لازم اقول لك يعني انا لازم اوضح له للطفل انه انت اذا قربت عليها راح تحترق. هلا اني امنعه، لازم اني امنعه. في بعض الاهالي بيقول لك ايه خليه يجرب يحترق، هذا الحكي يعني انا ما كثير بايده. ليش؟ لانه ممكن يكون فيه اذى. اليوم حسب انه شو جرب، في تجربه انه يمد اصبعه، في تجربه انه يحط ايده، صح؟ عرفتي علي شلون؟ لا انا ما بقيت فكرة التجربة. لا وإذا عنيد كمان ممكن يرجع يحط إيده مرة ثانية. مرة ثانية من باب العند، عرفتي علي شلون؟ وهو على فكرة يعني من باب العناد ممكن هو بيعرف إن هي رح تحرقه، بس مشان يعاقب أهله بروح بيحط إيده على هاي الصورة. لا لا براسة. أنت اليوم الإجراء هو حتماً هو المنع. حبيت أو ما حبيت هو المنع، ولكن برجع بقول لك التجاهل كثير أمر كثير ضروري، البكي، العياط، الصياح، خلاص لا يعني لا. ثانيا بقى هلا في عندنا مجموعه حلول ومقترحات لازم تتعامل، يعني لازم يتعامل معها الاهل مع الطفل العنيد. هلا حنشرحها ب بشكل مفصل. ذكرت استاذ انه بصير هو يحارب اهله، بصير عنده ردات فعل شرسه وعدوانيه تجاه اهله. طيب في اطفال بيكون بتبدا عندهم المراهقه بسن مبكر وهن لسه اطفال، بس بتضل هي العلامات بتظهر عليهم بسن مبكر، وبالتالي كمان بيزداد عندهم كل ما تقدموا شوي بالمرحله بيزداد عندهم. فهون بتصير بتلع الحرب بين الاهل والطفل، وبتصير عن جد انهم لا انا بدي اعمل اللي براسي وهو ما راح يعمل اللي براسه، وهو كمان بيكبر راسه اكثر وانا اللي بدي اعمل اللي براسي. هون طريقه التعامل مع هذا الكائن المحير خلينا نقول يلي هو ما انه معروف ان كان طفل ولا عم يدخل بسن المراهقه، كيف ممكن نتعامل مع هاي المرحله الصعبه؟ بدنا نكون متفقين ونفرق بين المرحلتين العمريتين. اليوم نحن مرحلة العناد عند الأطفال هي تبدأ من عمر 2.5 لعمر 5 سنوات، أما اللي حضرتك عم تحكي عنه هو بسن المراهقة الذي يبدأ من عمر 13 سنة وحتى عمر 18. هذا نحن بنسميه اسمه تحدي السلطات. هذا الطفل بيكون ببلش بقى بيفوت بعمر المراهقة، كويس؟ وتحدي السلطات المقصود فيهم الأهل، المقصود فيهم أستاذه بالمدرسة، المقصود فيهم أنه أنا موجود، أنا بقول لا أنا بدي خانق. هذا في فرق كتير كبير بين عناد الأطفال وتحدي السلطات اللي هو عند الأطفال المراهقين. هذا موضوع يعني بده يكون له حساسيته الكبيرة، لأنه هو هلأ بلش عم تتكون شخصيته، الأمور الجسمانية والهرمونية إن كانت عند الذكور ولا الإناث عم تختلف، عم يعني هو صار بمنظوره انه هو صار رجل وهي صارت انثى وصارت لازم تظهر. هون التعامل مع الاطفال بهذا العمر هو تعامل كثير حساس. الحوار مع الاطفال، استماع لمشاكلهم، ابدا ما تهمل ارائهم. اي مشكله عم تصير معهم، اي رده فعل غريبه عم تصير قدامهم، انت لازم تاخذها بعين الاعتبار، ما تهملها ابدا. يعني انت اليوم انا شفت بنتي راجعه عم تبكي، شفت ابني راجع صاير معه مشكله، ابدا ما لازم شفته قاعد لحاله. اي تصرف هو رده الفعل، الصياح، العياط، اللي هو محاوله اثبات الوجود، انه انا شخصيه مستقله لي حريتي، ابدا ما لازم الاهل يستثنوا هذا الكلام
لازم الطفل من البداية يعني يتعود على وجود ثقافة الحوار من الأب والأم، أنه نحن بنسمعك، بنسمع المشاكل، احكي شو مشاكلك وخلينا نفتش على الحلول سوا مع بعض. هذا بعمر 13 أو 14 سنة، هذا عمر خطير جدا، لازم يكون التعامل معه كتير بحذر. بعيدا عن الموضوع اللي قلت لك اللي هو الطفل العنيد طريقة التعامل معه مختلفة، هي مختلفة كليا. هذا اللي بدي أسألك عنه أستاذ محمود، قلت أنه في طرق معينة، نعم، أو توجيهات فيهم الأهل يستفيدوا منها للتعامل مع الطفل العنيد. خلينا نحكي شوي بعض النصائح. حكينا عن مبدأ الثواب والعقاب والمنع ببعض الأمور، طبعا. شو في كمان توجيهات بتحب تفيد فيها المشاهدين؟ بدي نوه لكثير لمجموعة من التفاصيل لازم الأهل يتبعوها لا 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 يعني محاولة التأقلم مع عناد الطفل. يعني خلينا نقول مبدئيا ثقافة الحوار. اليوم الطفل كيف بتبلش معه حالة العند؟ لما هو بيطلب شغلة وبينقال له لا، لا هو بيعرف ليش انقال له لا، ولا بتتوضح له الأسباب، هو بس انقال له لا وانتهى الكلام. يعني ما نقول لا دغري ابدا، انا بدي اقول لك لا وبدي اقول لك ليش لا، هي اهم شغله. اليوم انا كل طفل بده يطلب مني هذا الطلب، انا لازم اني انا اقول له ليش لا، مشان تتكون عنده هاي الافكار. اليوم ضروري كثير اشراك الطفل بكثير مهام من البيت ليبلش يتحمل المسؤوليه وليبلش يطلع. اليوم بكثير تفاصيل بعمر بالاطفال، صدقوني من عمر 3 سنين او عمر 2.5 بتبلش تكلفه للطفل بمهام صغيره، من مقت الطعام، انه خلصنا نحن الاكل اوكي شيل هاي وديها اعطيها لماما وصلها على المطبخ، شيل هاي حطها هنيك على هي الطاوله، ببلش من ترتيب من من من, من الجنينه، من سقايه الشجر، من يعني خليه يطلع على مجموعه من 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 المهام. كتير مهم المهام اللي لازم تكون مكلة له، لازم تكون هي على قدر الاستيعاب له. يعني اليوم أنا على سبيل المثال لما أنا بطلب منك أنك أنت تساوي هاي المهمة شو ما كانت تكون، هاي المهمة صعبة عليه، هذا سبب من المسببات اللي رح تخليه عند ما أنا ماني قادر أعملها، أنا عجد ماني قادر أعملها. يعني أنت اليوم لما عم تطلب مني شغلة أنا ماني قادر أعملها، أنا لا استيعابي هو بيتحمل كطفل ولا قدرتي إني تخليني. فأنا اليوم هاي المهمات هي نفسها أنا فيني جزئ له إياها على مجموعة على مهمات صغيرة قادر إني أنا أنجزها، فأنا حالة طبيعية رح يكون في حالة موجودة، هاي الحالة رح تبني له ثقة. بدنا كمان ما كثير ننتبه لموضوع موضوع العناد على انه كثير سلبي، لانه في بعض العناد هو بعض العناد فيه عناد ايجابي، لانه الطفل في بعض المهمات الصعبه لما بيعند يساويها هي بتعلمه على انه هو ما يستسلم. فكمان الاهل لازم ينتبهوا لهذا الموضوع، مو كل عناد هو سلبي. نحن عن جد لازم كمان ننتبه على الجوانب الايجابيه للعناد، او بالاحرى حتى اذا كان في عناد ننقله من العناد الايجابي للعناد السلبي. لما انا بعطيه مهمه بتكون هاي المهمه اعلى من مستوى بقليل، عرفت علي شلون؟ هاي ممكن العناد اللي هو موجود عنده ممكن يفيده لانه هو يحفزه انه هو ينجز هاي المهمه. فكثير اليوم الاهل لازم يكونوا حريصين ودقيقين بالتعامل على مع مساله العناد. اضافه الى ذلك فقره كثير مهمه، الطفل لما بيعند لازم قدر المستطاع نحن خلص لما بيعند نحن نتجاهل هذا العناد لما هو ما بيرد علينا نهائيا، ما نحاول قدر المستطاع انه نحن نرد عليه فيما لو كان هذا الـ هذا الـ هذا النشاط مؤذي. واذا كان هذا النشاط ايجابي كويس بده يكون فيه شروط، يعني انا بعمل لك اياه بده يكون في عندك مهمات بدك تنفذها، ان كانت دراسيه ولا ان كانت منزليه ولا ان كانت يعني شو ما كانت، انك انت فيما حقق لك اياها بدك يكون في 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 بمقابل عليها مهمات. طيب خلينا كمان نعرف منك استاذ سبب هذا العناد الكبير ممكن يزداد مع الوقت. خلينا نحكي عن العناد السلبي، هلا السبب الاساسي ممكن يكون غير انه ممكن يكون عم يعاني الطفل من اضطرابات نفسيه خلقانه معه، ولا هي تتكون معه، ولا السبب بيظهر فجأة، ولا بيكون موجود الاثنين. في عنا عناد بيجي منذ ولادة الطفل، وفي عنا عناد مكتسب.
العناد اللي بيجي منذ ولادة الطفل ممكن يكون فيه له أسباب وراثية للأمانة. وفي عندنا العناد المكتسب هو اللي بيصير من عند من المواقف اللي حكينا فيها اللي هي بتكون أسبابها هي الأهل. هلا اني اقول لك انه نحن اذا اهملنا موضوع العناد يعني في كثير يوم اهالي عاطين بناء على الموبايل عاطين الموبايل بناء على هذا غرض عطيه. انت هون عم تحكم على هذا الطفل يستمر بموضوع العناد لعمر العشرين سنه. يعني في ناس بيقول لك انه خلص هذا بعد عمر خمس سنين هذا خلص بيروح. لا لا هذا الحكي غير دقيق كليا، بالعكس اهمال موضوع العناد عند الاطفال هو موضوع كثير خطير جدا لانه هو بيستمر معهم لعمر العشرين سنه. فلذلك لا لازم ما تهمله نهائيا وتتعامل معه ما بدي اقول لك بحزم بدي اقول لك بانضباط ما تهمله نهائيا لانه في كثير اهالي اليوم كرمال تخلص من نق اولادها اعطيه الموبايل افتح له الشاشه اعطيه اللعبه خلص روح اعمل اللي بدك اياه. هذا لانه خلص هو يعني هو تبلورت بافكاره بذهنيته بشخصيته انه خلص انا كل شيء بدي اياه متاح. هذا الكلام رح ينتقل معه لوين؟ رح ينتقل معه على الروضة، رح ينتقل معه على المدرسة. فأنت هاي الحالة رح تصير بشكل دوري، هو عناده انتقل من المنزل لأساتذته بالمدرسة لأنه هو معود شو ما يطلب يتلبى. رح يستمر معه من يعني رح يعمل له مشاكل كتير كبيرة بالمدرسة رح تستمر معه حتى لعمر العشرين سنة. فكتير غلط هذا الكلام انه نحن نهمل موضوع العناد. لازم مباشرة قلت لك هي الحالة الطبيعية العامة تبعته من عمر السنتين سنتين ونص لعمر الخمس سنوات لازم تتعامل معها بدقة، لازم تتعامل معها بانضباط، لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. هي لازم تكون يعني حسب الموقف وشو بيتطلب تعامل مع هذا الموقف. أكيد يعني دائما بنقول الطفل هو هالشجرة الصغيرة اللي شوي شوي بنبلش نسقيها، شو بنسقيها وشو بنعطيها رح تكبر ورح تعطينا ثمار بالنهاية. صحيح. معلوماتك دائما مفيدة. تسلي. أستاذ محمود شكرا لك لكل شيء بتقدم لنا. شكرا لكم يعطيكم ألف عافية. شكرا لك أستاذ شكراً. محمود وأكيد نتمنى من الأهل ليكونوا استفادوا من كل هاي النصائح القيمة ويعرفوا يتعاملوا مع هذا الكائن الحساس العنيد. أكيد. أهلا وسهلا.